الساعه الان تشير الى انها 8 صباحا، وهو موعد موجز الانباء بصحبه زميلتنا منى الشرقاوي. صباح الخير منى. شكرا لك يا مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استقبلت رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي الرئيس عبد الفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي. وخلال الاستقبال تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى حكومة وشعب الهند بمناسبة احتفال الهند بيوم الجمهورية، معربا عن تقديره الشديد لحفاوة الاستقبال وفخره واعتزازه بالمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية. كما أوضح الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر والهند كانت وما زالت راسخة، معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تنظر بتقدير شديد للتجربة الهندية في تحقيق التنمية المستدامة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع وزير خارجية الهند سوبرامينيام جاي شانكر في مجمع القصر الرئاسي الهندي بنيودلهي، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد وزير الخارجية الهندي أن زيارة الرئيس السيسي ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصة في ظل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات. وعلى هامش مشاركته في احتفالات يوم الجمهورية الهندي، قام الرئيس السيسي بزيارة ضريح المهاتما غاندي حيث وضع إكليلا من الزهور. وخلال الكلمة التي سجلها في سجل كبار الزوار، أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل، مؤكدا أنه شكل علامة فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية. وأكد الرئيس السيسي أن العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التي ساهمت في وحدة ونهضة الأمم الهندية، مشيرة إلى أن مصر تتمسك بهذه المبادئ السامية عبر مختلف العصور والأزمان. كما أكد الرئيس أن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران. صرح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن روسيا تحضر لعدوان جديد،
وأنها تكثف من هجماتها تجاه مدينة باخموت. وعن قضية الدبابات الألمانية قال زيلينسكي إن القضية ليست عن 10 أو 15 دبابة، لكن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من القرارات بشأن إرسال حقيقي للأسلحة. صرح مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة تستعد لبدء عملية إرسال لعشرة دبابات M1 أبرامز القتالية إلى أوكرانيا. يأتي هذا القرار من قبل واشنطن بعد أيام فقط من جدل ضد إرسال أبرامز على الرغم من مطالب كييف والضغط العالي من برلين، حيث واجهت دعوات لإرسال دبابات قتالية من طراز الليوبار ألمانية الصنع. نهاية موجز الثامنة، عودة لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.